تخيل نفسك إجباري لازم تركب تكييف هنا في الغرفة دي. هي طبعا محتاجة تكييف، اوكي ما عنديش مشكلة، بس انا بتكلم على الباب نفسه ما يفتح الا لما تروح انت هناك كده وتخش كده في الجنب ده كده، بعدين تقفل الباب كده، محتاج تبقى 55 كيلو، بعدين تيجي هنا كده في وسط الكركبة ديت وعدم النظام ده والتكدس ده، وتروح تركب المكيف ده بالطريقة دي كده، خروج المواسير من الشباك ده، ودي الكهرباء زي ما انت شايف هنا كده، ده أقصى ما عندي. أسأل الله العظيم أن يوفقكم جميعا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.